المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب، وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيبا مما رزقهم الله وأنعم به عليهم، فاستعانوا برزقه على الشرك به وتقربوا به إلى أصنام منحوتة، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. لتسألن عما كنتم تفترون، ويقال: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. ويجعلون لله البنات، حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين إنهم بنات الله، ولهم ما يشتهون، أي لأنفسهم الذكور، حتى إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة، فكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا من الغم الذي أصابه وهو كظيم، أي كاظم على الحزن والأسف إذا بشر بأنثى، وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه ويتوارى منهم من سوء ما بشر به، ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها، أي يمسكه على هون، أي يتركها من غير قتل على إهانة وذل، أم يدسه في التراب، أي يدفنها وهي حية، وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين. ألا ساء ما يحكمون، إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه. ثم لم يكفهم هذا، حتى نسبوا له أردأ القسمين وهو الإناث التي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها، فكيف ينسبونها لله تعالى؟ فبئس الحكم حكمهم. ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون، قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي المثل الناقص والعيب التام، ولله المثل الأعلى وهو كل صفة كمال وكل كمال في الوجود، فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة، وهو العزيز الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله فيه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه، ذكر كمال حلمه وصبره، فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم من غير زيادة ولا نقص ما ترك عليها من دابة، أي لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدواب والحيوانات، فإن شؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل، ولكن يؤخرهم عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يخبر تعالى أن المشركين يجعلون لله ما يكرهون من البنات ومن الأوصاف القبيحة وهو الشرك
بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله، فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم وهم مخلوقون من جنسهم شركاء لهم فيما رزقهم الله، فكيف يجعلون له شركاء من عبيده وهم مع هذه الإساءة العظيمة تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، رد عليهم بقوله لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون مقدمون عليها ماكثون فيها غير خارجين منها أبدا، بيّن تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو أول رسول كذب، فقال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا يدعونهم إلى التوحيد، فزين لهم الشيطان أعمالهم فكذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه، وأن ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك، فلما زين لهم الشيطان أعمالهم صار وليهم في الدنيا فأطاعوه واتبعوه وتولوه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ولهم عذاب أليم في الآخرة حيث تولوا عن ولاية الرحمن ورضوا بولاية الشيطان فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون عن الله مواعظه وتذكيره، فيستدلون بذلك على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، لأنه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات، وعلى أنه على كل شيء قدير، وأن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات، وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمة واسعة وجود عظيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أي إن لكم في الأنعام التي سخرها الله لمنافعكم لعبرة تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه، حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم، فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكدر سائغا للشاربين للذته، ولأنه يسقي ويغذي، فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية؟ فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها من السكر الذي كان حلالا قبل ذلك، ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون عن الله كمال اقتداره، حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمته حيث عم بها عباده ويسرها لهم، وأنه الإله المعبود وحده حيث إنه المنفرد بذلك. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في خلق هذه النحلة الصغيرة
التي هداها الله هذه الهداية العجيبة ويسر لها المراعي، ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها، ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها، فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخلقة طورا بعد طور، ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم، ومنهم من يعمره حتى يرد إلى أرذل العمر، أي أخسه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلمه ويصير عقله كعقل الصبي. ولهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، أي قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء، ومن ذلك ما ينقل به الآدمية من أطوار الخلقة وخلقا بعد خلق، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.